بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات الطلاب الفرق المستوى الأول الصيدلة الكلينيكية فارمي دي بروجرام. النهاردة إن شاء الله هنكمل محاضرات الأكسديشن ريدكشن رياكشن، وهنكمل بإذن الله نبدأ معانا البروبرتيز أوف أكسيدايزنج إيجنتس. أول حاجة اللي هو البوتاسيوم برمنجنيت. البوتاسيوم برمنجنيت زي ما خدنا قبل كده إن هو باورفول أكسيدايزنج إيجنت. أكسيديشن بوتنشال بتاعه 1.52 من 100، قلنا مور بوزيتيف يبقى هايلي أكسيدايزنج إيجنت. طب بيشتغل فين البرمنجنيت ده؟ بيشتغل في الاسيتيك ميديا زي ما قلنا احنا قبل كده برضه في البروبرتيز في الفاكتور افكتنج، انه البي اتش افكت بتاع البي اتش لما يكون بوكسيدايزنج ايجنت في اكسجين الاكسديشن بوتنشال بتاعه بيزيد بزياده الاسيد. طب لو استخدمنا الكلام ميديا يحصل ايه؟ البوتاسيوم برمنجنيت هيتحول لمنجنيت ام ان او 4 ماينس 2 ام ان او 4 ماينس 2 تتحول البرمنجنيت في الالكالاميدا الى بوتاسيوم منجنيت. طيب بوتاسيوم برمنجنيت قبل كده برضه ما قلنا احنا هي بتشتغل في اسيديك ميديا. الاسيد بتاع الافضل اسيد تستخدمه معاها، احسن حمض تستخدمه معاها اللي هو السلفوريك اسيد. احنا قلنا قبل كده ان هو الهيدروكلوريك اسيد بيعمل معاها مشاكل، بعد ما تاكسد الماده بتاعتي زي ما خدنا مثال الفرس هتاكسد لي الهيدروكلوريك اسيد لانها اعلى في الاكسديشن بوتنشال من الكلورايد كلورين سيستم. البرمنجنيت لما خدناها في الفاكتور افكتنج اكسدت لي الفرس، بعد كده اكسدت لي الكلورايد لكلورين عشان اكسديشن بوتنشال بتاع البرمنجنيت قريب اكسديشن بوتنشال بتاع اعلى من اكسديشن بوتنشال بتاع الكلورايد كلورين سيستم، عشان كده استخدمنا معاها الزيمرمانز ريجنت. برمنجنيت نوت برايمري ستاندر لان بيبقى فيها امبيورتيز من المنجنز دايوكسيد، بيسهل الاوتو ديكومبوزيشن بتاع البرمنجنيت يكسدها يكسرها اوتو ديكومبوزيشن يكسر البرمنجنيت. سيلف انديكيتور زي ما خدنا قبل كده ان بتتحول من برمنجنيت لونه بينك لمنجنس كلرليس. النوت برايمري ستاندرد يبقى كده محتاجه ستاندرديزيشن. ستاندرديزيشن بيعملها زي ما خدنا في اول سيكشن في السكاشن اللي هو استخدمنا الاوكزاليك اسيد، او ممكن استخدم الفرس او الارزينياس اوكسايد. تاني اوكسيدايزنج ايجنت معانا البوتاسيوم دايكروميت. اكسيديشن بوتنشال بتاعها اقل من البرمنجنيت 1.33 من 100، ميزتها برايمري ستاندرد ما بتاثرش بالامبيورتيز الموجوده في الميه، ما تتأثرش بالهيدروكلوريك اسيد لان الهيدروكلوريك اسيد 1.36، البرمنجنيت الدايكروميت 1.33 من 100، فقريب عليه فمش هيحصل منه مشاكل. نوت سيلف انديكيتور برضه ما ينفعش استخدمها كسيلف انديكيتور، بستخدمها في التيتريشنز بتاعه الفرس، والهيدروكلوريك اسيد ممكن استخدمه عادي ما فيش من دون اي مشاكل معايا، بستخدم الفيرون انديكيتور زي ما قلنا ان هو خاص بالفرس. ثالث اوكسيدايزنج ايجنت اللي هو السيريك سلفيت. مور باورفول اوكسيدايزنج ايجنت عن الدايكروميت، بتتم الاكشن بتاعته في اسيديك ميديا. وهنقول ليه اسيديك ميديا؟ ما ينفعش نعمل في الكلاين ميديا. اسيديك ميديا برضه اسيديك ميديا بيعتمد الاكسيديشن بوتنشال بتاعها على نوع الاسيد اللي بنستخدمه. والله استخدمت الدايكروميت استخدمت البيركلوريك اسيد كاسيد ميديا، الاكسيديشن بوتنشال بتاع السيريك سلفيت بيبقى اعلى اكسيديشن بوتنشال 1.75 من 100، استخدمت النيتريك اسيد بتبقى 1.61 من 100، استخدمت السلفوريك اسيد اوكسيديشن بوتنشال بتاعها بيبقى 1.45 من 100. ما تنفعش استخدمها في الكلاين ميديا لان في الكلاين ميديا السيريك سلفيت بترسم معايا هيئه هيدريتد سيريك اوكسايد. هيدريتد سيريك اوكسايد دي تبقى راسب عندي، يبقى خسرت الراس التترنت بتاعي. نوت برايمري ستاندر برضو ديفيكالت تو اوبتين بيور، صعب ان احصل عليها نقيه، ما بتاثرش بالهيدروكلوريك اسيد. بعد كده ممكن استخدمها كسيلف انديكيتور، بس في عمليا ومع في المعمل بنستخدمهاش كسيلف انديكيتور، بنستخدم معاها انديكيتور. برضه زي ما قلنا هي نوت برايمري ستاندرد لازم اعملها ستاندرديزيشن زي البوتاسيوم برمنجنيت. رابع اوكسيدايزنج ايجنت معايا اللي هو الايودين. الايودين ليه عيوب، اول حاجه في عيوبه ان هو نوت سولابل في الووتر، ان ووتر ما بيدوبش في الميه. فولاتايل، حاجه ثانيه ان هو فولاتايل بيطير.
التيتريشن بتاعت الايودين لازم تتم في ستوبر دي فلاسك. ستوبر دي فلاسك اللي هو الفلاسك زي ما رسم على السبورة هنا. الفلاسكة ليها غطا. الفلاسكة ليها غطا عشان امنع طيران بتاع الايودين. بحضره ازاي؟ هو نوت سولبل في ووتر بس. طب بحضره ازاي؟ ان ادوبه في بوتاسيوم ايودايد سوليوشن. الايودين احطه في محلول البوتاسيوم ايودايد هيدوب معايا لهيئه تراي ايودايد. تراي ايودايد كومبلكس ده سولبل كومبلكس. تراي ايودايد كومبلكس ده سولبل كومبلكس. طيب برضه ممكن الايودين احضره بطرق ثانيه. ان انا اضيف عليه احضره من الايودايد ايوديت رياكشن. بوتاسيوم ايوديت مع ايودايد في اسيد ميديا هتديني ايودين سوليوشن. طيب الايودين زي ما قلنا احنا فولاتايل نوت برايمري ستاندرد فلازم اعمل له ستاندرديزيشن. الرياجنت الخاص بالايودين اللي هو الصوديوم ثايو سلفيت. الصوديوم ثايو سلفيت اعمل بيها ستاندرديزيشن للايودين. طيب الصوديوم ثايو سلفيت تتاكسد بالايودين تتحول لتترا صوديوم تترا ثايونيت. الصوديوم تترا ثايونيت انا عايز اعرف الاكسديشن نمبر بتاع السلفر في الصوديوم تترا ثايونيت. الاكسديشن نمبر للسلفر في الصوديوم تترا ثايونيت ده اعتبروه واجب ليكم تحلوها في البيت. طيب انواع التيتريشن بتاعت الايودين. الايودين التيتريشن بتاعته نوعين ايودي متريكالي وايودو متريكالي. ايودو متري وايودي ايودي متري وايودو متري. ايودو متري وايودي متري. ايودي متري اللي هي ايه؟ السامبل بتاعتي بتكون في الايودي متري ايه؟ السامبل بتاعتي بتبقى ريديوسينج ايجنت. السامبل بتاعتي بتبقى ريديوسينج ايجنت. طب التترن بيكون ايه؟ الستاندرد ايودين سوليوشن. الستاندرد ايودين يعني الايودين في الصحاحه فوق وال السامبل في الصحاحه في الفلاسكه والايودين في الصحاحه فوق. السامبل بتاعتي في الفلاسكه والايودين مباشره في الصحاحه فوق. في الايوديمتريكالي الايودين بتاع التترانت والسامبل الريديوسينج ايجنت تحت. السامبل بتاعي في الفلاسكه والتترنت عندي في الساعه فوق. طيب الانديكيتور بدي فوق امتى؟ بتاع السواء الستارش. احنا قلنا الستارش او الكلوروفورم او الكربوتتراكلورايد دول خاصين بالايودين تيتريشن. الستارش هضيفه امتى؟ هنا في الايوديمتريكالي هضيف الستارش في اي وقت في التيتريشن؟ في الاول في النص في الاخر قبل الاندمنت ما تيجي هضيف الايودين الستارش بتاعي. ممكن اضيفه كده من الاول. نفترض ان هضيف الايودين الستارش بتاعي هضيفه في اول التيتريشن. اخد السامبل بتاعتي بالديوسنج ايجنت واضيف عليها الستارش والاسيد ميديا واعمل التيتريشن بتاعتي. هاخد السامبل بتاعتي معذره اخد السامبل بتاعتي واضيف عليها الانديكيتور واعمل التيتريشن مباشره بالايودين سوليوشن. طيب الاسيد دي نوعها ايه؟ دايركت ولا اندايركت؟ دايركت تيتريشن عندي السامبل تحت والايودين فوق وبعمل التيتريشن بتاعتي العادي. اللون بتاع الايودين عند الاند بوينت هتبقى هيكون بلو كومبلكس مع الستارش بلو كلر بتاعه. يبقى كده الاند بوينت بتاعتي جاهز. طيب ده بالنسبه للايوديمتري. طيب الايودومتري اللي هي ايه؟ السامبل بتاعتي ايه؟ اولانيه السامبل كانت ريديوسنج ايجنت. في الايودومتريكالي في الايودو السامبل بتاعتي اوكسيدايزنج ايجنت. بعملها ازاي؟ السامبل بتاعت الاكسيدايزنج ايجنت بضيف عليها بوتاسيوم ايودايد. بوتاسيوم ايودايد. الاكسيدايزنج ايجنت بتاعي هيأكسد البوتاسيوم ايودايد لايودين. حول الايودايد لايودين. ايودين التترد الخاص بالايودين التترد هو مين؟ الصوديوم ثايو سلفيت. يبقى كده السامبل عندي الاكسيدايزنج ايجنت الماده بتاعتي بضيف عليها بوتاسيوم ايودايد. بوتاسيوم ايودايد يتحول لايودين. الايودين عمليه تيتريشن باستخدام الصوديوم ثايو سلفيت. وقلنا زي ما قلنا احنا بنستخدم الستوبرد فلاسك معايا في التيتريشن بتاعت الايودين تيتريشن.
يبقى الاولانيه الايودين كان هي التترنت المجموعه في مره في الايودو الايودين طلعته في المحلول بعد كده عملته تيتريشن باستخدام الصوديوم ثيوسلفيت يبقى كده الطريقه الاولانيه دي دايركت الثانيه تعتبر ايه اندايركت ميثود لان طريقه غير مباشره طلعت بيها الايودين طلع معايا في المحلول بعد كده عملته تيتريشن باستخدام الصوديوم ثيوسلفيت طيب الانديكيتور ودي فوق امتى الستارش الستارش اضفته في الاول مع مع السامبل من الاول هيكون او ما يتكون عند الايودين هيكون بلو كومبلكس معاه بلو كومبلكس هيمسك فيه ستيبل بلو كومبلكس كومبلكس ما يتفكش ابدا ولا بطبل البلدي لو نزلنا السلفيت كلها مش هيتكون عندي مش هيتكسر البلو كومبلكس ده خالص هيبقى زي ما هو موجود عندي انا بعمل ايه بضيف الستارش بتاعي اول ما اللون يبقى عندي استرويلو استرو يلو استرو معناها قش يلو اصفر عارفين لون التبن بتاع القمح بيبقى لون التبن بتاع القمح يعني اصفر باهت شويه ببدا اضيف الستارش عشان ما يكونش معايا البلو كومبلكس معايا مع الستارش اللي هو الريفرسبل بلو كومبلكس يبقى كده دي ايودو وايودي ميتريكالي ايودي دايركت الايودو ان دايركت الايودو السامبل كومبلكسنج ايجنت الايودي السامبل ريديوسينج ايجنت الايودو التترنت بتاعي صوديوم ثيوسلفيت صوديوم ثيوسلفيت الايودي التترنت عندي ايودين الستارش في الايودي بضيفه في الاول الستارش في الايودو بضيفه بعد ما اللون يبقى عندي استرو يلو في عندي سيستمز قريبه في الاكسديشن بوتنشال بتاعها من السيستم بتاع الايودايد ايودين سيستم فانا بتحكم دي عشان اقول مين اكسد مين لازم اتحكم في الاكسديشن بوتنشال بتاعي زي الفيريك فيرس سيستم الارزينايت ارزينيت سيستم الستانايت الستانيت سيستم التحكم في مين اكسد مين ده بتحكم فيه بي اتش زي ما خدنا في الفاكتور قبل كده طيب التيتريشنز الانفولفد ايودين بيبقى فيها مشاكل وفيها ازاي اتعرف على الاند بوينت احنا خدنا ازاي نتعرف على الاند بوينت في التيتريشن انفولفد ايودين اول حاجه استخدم ستارش الستارش بيكون بلو كومبلكس مع الايودين حسب التركيز بتاع الايودين لو الايودين تركيزه قليل بيبقى بلو كومبلكس سهل الكسر بتاعه لكن لو التركيز بتاع الايودين عالي هيكون الريفرسبل بلو كومبلكس مع الستارش صعب يتكسر دي حاجه طيب امتى بضيف الستارش في الايودوميتر في الايودوميتر كده بضيفه اول ما يبقى استرويلو في الايودوميتر كده يبقى بضيفه في الاول طيب الستارش ما اقدرش استخدمه لما يكون فيه الكول عشان يحصل ادسوربشن او لما يكون عندي اسيد ميديا اسيد ميديا عاليه سترونج اسيد ميديا هيكسر الستارش برضه لما يكون في تسخين عندي يبقى برضه ما ينفعش استخدم ستارش لان الستارش هنا هيحصل له بيقلل السنسيتي بتاعته في التغير بتاعه في اللون طيب في الحالات اللي ما ينفعش فيها الستارش استخدم مين بستخدم فيها الاورجانيك انديكيتورز اللي هو الكلوروفورم او الكربون تتراكلورايد قلنا الكلوروفورم او الكربون تتراكلورايد ده لو واحد ده لو مجموعه واحده الستارش مجموعه ثانيه الكلوروفورم لما اقوله يبقى كاني قلت الكربون تتراكلورايد الكربون تتراكلورايد لما اقوله يبقى كاني قلت الكلوروفورم طيب التيتريشن بحط استخدم انديكيتور الكلوروفورم او الكربون تتراكلورايد لازم اعمل فيجرس شيكنج لازم ارب جامد عشان اسحب الستارش من الاكويس ميديا اسحب الايودين من الاكويس ميديا ادخله في الاورجانيك ميديا لان دول اورجانيك سولفنت الميسابل وزوتر ما بيختلطوش بالميه عشان اعمل ديتكشن ليهم لازم اعمل فيجرس شيكنج اعمل شيكنج جامد عشان اسحب الايودين من الاكويس ميديا اخليه في الاورجانيك ميديا اللون بتاعه يبقى في الاكويس ميديا هيبقى اللون بتاعه فايلت طيب ايه الايرورز اللي ممكن تحصل عندي في الايودين تيتريشنز ايرور نتيجه الستارش نتيجه الايودايد نتيجه الست نتيجه الايودين نتيجه الثايو سلفيت طيب ايه الايرور نتيجه الايودين انه فولاتايل فلازم استخدم ستوبرد فلاسك في التيتريشن بتاعته طيب نتيجه الايودايد الايودين ايزلي اوكسيدايز سهل الاكسده بتاعت الاكسجين في الجو ممكن اكسيد للايودايد احوله للايودين دي مشكله الايودين الايودايد ايرور دي تول ستارش الستارش ده شوجر 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 سكر فسهل يحصل له مايكروبيال جروث هسهل يعني تنمو عليه البكتيريا فيبوظ معايا فعشان كده انا باجي احضر الستارش لازم احضره بالكتير ياخد معايا اسبوع كل اسبوع احضر يعني بالكتير صحيح تحت لمده اسبوع معايا الستارش لازم على الاقل كل اسبوع احضر ستارش جديد ممكن ده ثاني حاجه انا عليه اللي هو البوريك اسيد
البوريك اسيد هنا هيشتغل كبريزيرفاتيف. بريزيرفاتيف معناها ايه؟ ماده حافظه فيحفظ الستارش ان هو يتكسر. طيب الريدو 2 الثايوسلفيت السلفيت ريدوسينج ايجنت ممكن برضه تتكسر لو في عندي مواد تكسرها في السوليوشن بتاعي تتكسر تتحول لكلويدال سلفر. طيب انا بقى احضر الستارش الثايوسلفيت احضرها ازاي؟ او الديكومبوزيشن بيحصل ازاي؟ نتيجه وجود الكربون دايوكسيد في الجو هيكسر لي الثايوسلفيت. فانا بحضرها ازاي؟ بغلي ميه وبردها وبعد كده ادوب فيها الثايوسلفيت. بعد كده بقول لك ممكن تضيف الصوديوم كربونيت عشان تستخدم كبريزرفاتيف برضه تمنع تكسير بتاع الثايوسلفيت وتمنع تكسير الثايوسلفيت وتمنع نمو البكتيريا عليها. انا عندي الايودين في الكلاين ميديا. الايودين في الكلاين ميديا. الايودين في الكلاين ميديا بيديني هايبو ايودايد او هايبو ايودايت. نقول عليها ايودايد او هايبو ايودايت. ايودين في الكلاين ميديا بيديني هايبو ايودايت. هايبو ايودايت سترونجر اوكسيدايزنج ايجنت ذان ايودين. انا عندي ترتيب الايودين سوليوشنز. في عندي ايودايت، ايودين، هايبو ايودايت اند ايوديت. بالترتيب ده increasing الاوكسيدايزنج بروبرتيز بتاعته reducing oxidizing oxidizing اعلى oxidizing اعلى خالص. يعني ده يكسد لي الاثنين دول. يبقى الترتيب بتاع الايودين سوليوشنز اقوى واحد فيهم الايوديت IO3 minus. اقوى منها اضعف منها الهايبو ايودايت IO minus. اقوى اضعف منها الايودين اضعف منها الايودايت. فده الترتيب بتاع الايودين سوليوشن في السترينث بتاعه الاكسيديشن وريدكشن بروبرتيز بتاعتها. يبقى حافظينهم وعارفينهم بالترتيب بتاعهم. طيب الهايبو ايودايت انا بستخدمها في ديتيرمينيشن اوف الديدز السكروز سوري الجلوكوز السكر سكر الجلوكوز استخدمه الهايبو ايودايت في ان اعمله اناليسيس. طب اعملها ازاي؟ انا باخد الشوجر بتاع الجلوكوز بضيف عليها ايودين اكسس ايودين في الكلاين ميديا هيحول الايودين في الكلاين ميديا هيتحول لهايبو ايودايت اكسد للجلوكوز دي جلوكونيك اسيد جلوكونيك اسيد. وفي عندي زياده من الايودين اللي هو الهايبو ايودايت الايودين في الكلاين ميديا اروح اضيف عليه اسيد ميديا ضفت عليه اسيد ميديا هرجع الهايبو ايودايت لايودين ثاني ايودين عندي هبه ثايوسلفيت عمل تيتريشن باستخدام الثايوسلفيت والستارش ثاني. انا عندي الايودين في الكلاين ميديا بتديني هايبو ايودايت. هايبو ايودايت ده سترونجر اوكسيدايزنج ايجنت ذان ايودين. هايبو ايودايت هستخدمه في ديتيرميشن اوف الديز حاجه زي الجلوكوز. الجلوكوز شوجر سداسي الديد الكومباوند لحد ده الديد مجموعه الالديد تحصل لها اكسده تتحول لكربوكسيل جلوكونيك اسيد. الديد هضيف عليه لون اكسس من الايودين في الكلاين ميديا لون اكسس من الايودين في الكلاين ميديا ايودين في الكلاين ميديا هيتحول لهايبو ايودايت تكسيد الجلوكوز لجلوكونيك اسيد. وفي عندي زياده من الايودين في الكلاين ميديا اللي هو الهايبو ايودايت راح مرجعه الايودين ثاني باستخدام اسيد ميديا راح مرجع الهايبو ايودايت لايودين. في عندي ايودين زياده ده اروح اعمل له ديتريشن باستخدام صوديوم ثايوسلفيت. انا مستخدم لون اكسس من الايودين 20 مللي 10 منهم اكسيدوا الجلوكوز لجلوكونيك اسيد فضلوا 10 عايز اعرفهم اروح محولهم ثاني ارجعهم ثاني للاسيد للايودين باستخدام الاسيد ميديا هيبقى في عندي ايودين طلع في المحلول هضيف عليهم اعمل تيتريشن باستخدام صوديوم ثايوسلفيت وستارش صوديوم ثايوسلفيت النمبر بتاعته 10 يبقى كده السامبل الجلوكوز خد كام؟ خد 10 من الهايبو ايودايت او من الايودين في الكلاين ميديا. في عندي البوتاسيوم ايوديت تي اي او 3 بوتاسيوم ايوديت زي ما احنا هي سترونجر اوكسيدايزنج ايجنت ذان هايبو ايودايت ذان ايودين اقوى واحده فيهم. برايمري ستاندرد برايمري ستاندرد
طيب بيقول لك في حاجه مهمه جدا في الهايبو ايوديت، في الايوديت، ان لازم احضرها في المولر سوليوشن. مولر سوليوشن مش نورمال سوليوشن. عايز احضر منها، احضر منها مولر سوليوشن مش نورمال سوليوشن. ليه؟ لانه بيقول لك الكويفلنت ويت بتاعها بيختلف كل مره حسب البي اتش بتاعتي، يعني في المعادلات اللي عندي. في اول واحده ايودين هايبو ايوديت زائد 5 ايودايد زائد 6 بروتون تديني ايودين زائد 3 ميه. البيش هنا عندي كام؟ 0.1 نورمال اتش سي ال. الاكسيديشن بوتنشال بتاع الايوديت هنا بكام؟ قسمت على كام؟ ايوديت تحولت لايودين، تحولت لايودين. الاكسيديشن بوتنشال بتاعها هنا كام؟ 3 في سالب 2 بسالب 6 للاكسجين، منهم ناقص 1 موجب 5، تحولت لكام؟ لصفر. بهنا اكتسبت 5 الكترونات بقسم على 5. اول واحده نقطه الويت بتاعها بقسم على 5. طيب في المعادله الثانيه ايوديت زائد ايودين تديني 5 ايودينيوم ايون. طيب ايوديت هنا بكام؟ من موجب 5 لموجب 1 بقى ماينس، يبقى موجب 4 بقسم على 4. فكل مره حسب البي اتش بتاعتي بيختلف الاكسديشن بوتنشال بتاعها، فانا اريح نفسي واريح دماغي احضرها في المولر سوليوشن احسن. في عندي ابلكيشن على الاندروز اللي هو ابلكيشن على الايوديت اللي هو استخدام اللي هو الاندروز رياكشن. اندروز رياكشن بعمل بيها ديترمينيشن للبوتاسيوم ايودايد باستخدام البوتاسيوم ايوديت كاتيتر. طيب دي بتتم ازاي؟ هنا عندي الاسيتي بتاعتي كام؟ 4 6 نورمال اتش سي ال. اسيتي عاليه ما ينفعش استخدم مين فيها كانديكيتور؟ ستارش. ما ينفعش استخدمه كانديكيتور لان اسيتي عاليه هتعمل هيدروسيس وتكسر الستارش بتاعي، فلازم استخدم انديكيتور ثاني اللي هو الكلوروفور. طيب الايوديت زي ما قلنا احنا سترونجر اوكسيدايزنج ايجنت، هتاكسيد للايودين الايودايد الايودين بعد كده مش هتسكت. طب مسكنا كمان الايودين اكسيدات لايودينيوم ايون اي بوزيتيف. ايودين ايوديت زائد ايودين تحوله لي الايودينيوم ايون اي بوزيتيف ايودينيوم ايون. تمام؟ طيب انا بستخدم هنا كلوروفورم از انديكيتور، وبعمل حاجه مهمه جدا اللي هو البيجرس شيكن. زي ما قلنا احنا التيتريشن بتاعت الاورجانيك سولفنت اللي بنستخدم فيها الكلوروفورم والكربون تيتراكلورايد كانديكيتور، لازم اعمل بيجرس شيكن بحيث اسحب الايودين من الاورجانيك لير من الايكواسيال للاورجانيك لير. طيب انا اكسبت الايودايد الايودين بقى اللون عندي براون، سحبته بالبيجرس شيكن دخلته في الاورجانيك لير الكلوروفورم او الكربون تيتراكلورايد. بعد كده هتشتغل على الايودين، خلصت الايودايد الايوديت اكسيدت للايودايد لايودين. طيب بعد ما خلصتهم تشتغل على الايودين تاكسيده لي الايودينيوم ايون. اللون بتاع الفايلوت كلر بتاعها الموجود في الكلوروفورم كلير هيبدا يختفي، هيبدا يختفي لحد ما اند الاند بوينت بتاعتي خلاص هيختفي اللون الفايلوت كلر الموجود في الكلوروفورم كلير يختفي، واللون المحلول عندي هيبقى لونه اصفر. اللون الاصفر ده نتيجه الايودينيوم ايون، ايودينيوم مونوكلورايد اتكون عندي. فكده التيتريشن دي المهم فيها ايه؟ ان هو الاسيد ميديا ما ينفعش استخدم فيها ستارش كانديكيتور، لازم كلوروفورم. الايودين الايوديت بتاكسيد الايودايد الايودين، والايودين تاكسيدوا لي الايودونيوم ايون. جه عالم ثاني اسمه لانجز عمل موديفيكيشن للطريقه دي، انه استخدم بدل ما استخدم هاير اسيديتي استخدم بوتاسيوم سيانايد. بوتاسيوم سيانايد مكان الهاير اسيديتي بتاعتي، بدل ما استخدم اتش سي ال 6 نورمال او 10 نورمال، لا مستخدم بوتاسيوم سيانايد مكانها، واستخدم اتش سي ال مكانها النورماليتي بتاعته او النورماليتي بتاعته بسيطه. ايه المشكله في الطريقه دي؟ ان هي البوتاسيوم سيانايد بيتكون عندي الهيدروسيانيك اسيد في التفاعل، بيطلع عندي هيدروسيانيك اسيد. الهيدروسيانيك اسيد ده توكسيك، يعني سام انا ما اعملش طريقه رخيصه ما فيش اسيد عاليه فيها اروح موت الناس فيها. فراح الراجل جه حلها تاني بعد كده عمل ايه؟ راح عمل استخدم لونج نيك فلاسك، يعني فلاسكه لها رقبه طويله عشان تقلل الايفابوريشن او الفولاتيليزيشن بتاعت الهيدروسينيك اسيد، انه الهيدروسينيك اسيد يطير معايا. راح مستخدم فلاسكه لها رقبه طويله. من لما تكون اتش سي ان يطلع فوق من الفلاسكه الطويله دي هيكون اللون بتاعي ما فيش توكسيستي، يكون السي ان اكس يكون خلصت التيتريشن بتاعي. فقال لك الادفانتج بتاعت الميثود دي ان هو الدينجرس اوف بويزنج اوف هيدروسيانيك اسيد. وكده خلصنا المحاضره.
وبالتوفيق ان شاء الله.